تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية وصباح التفاؤل وصباح الصحة وصباح السعادة، ويومكم مستمعينا الأعزاء مليء إن شاء الله بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار صحية وآثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وقبل لا نبدأ فقرات برنامجنا مستمعينا، نحب أن أرحب بفريق العمل معي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ وائل قواسمة. وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة، وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة مستمعين الأعزاء دائما أرحب بتواصلكم ومشاركاتكم معنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برامجنا هذا اليوم مستمعينا الأعزاء. أول فقرة، فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا خبر تحت عنوان قصر النظر يسبب مشاكل أيضا في النوم. أما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، بتكون معنا زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. فقرة أنماط الحياة اليوم مستمعينا الأعزاء تحت عنوان صحة الطفل في الصيف، وكيف يكون أو كيف يمكن العناية بصحة الطفل من الناحية الغذائية وأيضا من ناحية النشاط البدني للطفل، وكيفية الحفاظ على صحة الطفل، وبما يتعلق أيضا بنتحدث مع الأستاذ شيخة أيضا عن أضرار استخدام المفرط للتقنيات والأجهزة الذكية والفترة المناسبة التي ينصح بها استخدام هذه التقنيات. أما فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، بيكون معايا عبر الهاتف الدكتور محمد عبد الله طاهر، وحديثنا بيكون عن أحد الخدمات المميزة بمستشفى دبي، ألا وهي خدمة سرطان الرئة، وبنتحدث مع الدكتور كيفية التعامل مع هذه الحالات وأنواع العمليات الجراحية التي يتم يعني التي يتم إجراءها في هيئة الصحة بدبي لمرضى سرطان الرئة. فهي كلها فقرات برامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، دائما أرحب بتواصلكم معنا وأيضا تواصلكم مع ضيوفي مباشرة على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأستاذة أسمى الجناحي. اختي أسمى صباح الخير. صبحتم الله بالنور السرور عليكم وعداء وكل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك بالنور والعافية، وصباح الخميس اليوم بعد. دامنا اليوم خميس، ننصح الجميع بالتزام بالإجراءات الوقائية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وخصوصا غالبا في عطلة نهاية الأسبوع يروحون المولات، يطلعون يسعسون عزايم، لكن نتمنى منهم الالتزام بالعدد المسموح فيه في هاي المناسبات، أيضا بالتزام الإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامة وتباعد جسدي وغسل اليدين باستمرار أو استخدام المعقم إذا ما كانوا يقدرون يغسلون إيدهم. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها قنوات التواصل الاجتماعي، الأشخاص الحين ما شاء الله الكل يستخدم
الموبيكل أغلبهم يستخدمون الكمامة القماشية، لكن بالاستخدام الكمامة القماشية لكن هذا لا يعني أن أنا أستخدمها كل يوم بدون ما أغسلها. وايد مهم أن الواحد يغسل الكمام بالماء والصابون بشكل يومي، ويفضل استخدام الماء الساخن بس ذاك ما طرحات عن 60 درجة مئوية. وايد مهم، هاي من ضمن الأشياء المهمة، و لأن بعض الأشخاص عبد الله يفضلون الكمامات القماشية إن مثلاً الحفاظ على البيئة، مثلاً ملابسهم في الحفلات وغيرها. صحيح. أيضاً من ضمن الأشياء نحب نذكر فيها إن المواعيد الخاصة ب يعني جميع مراكز هيئة الصحة تقديم التطعيم هي من خلال المواعيد المسبقة. فوايد مهم ان الواحد ياخذ موعد من خلال تطبيق هيئة الصحة او من خلال تطبيق الواتساب. لاحظنا بعض الاشخاص يحاولون يحجزون موعد ساعة ثانية، لكن ما يستوي الواحد يحجز ساعة ثانية لانه هي تكون بشكل تلقائي عقب ما واحد ياخذ جرعته الاولى 21 يوم، الجرعة الثانية لازم ياخذها بدون موعد، هي توصلها على الاس ام اس. في حال اذا ما وصلتهم على الاس ام اس 21 يوم ممكن يروحون للمركز نفس المركز اللي هم خذوا فيه تطعيم. ف يعني بعض الاشخاص يقول ما يصير نحجز موعد، ما يصير تحجز الموعد لان انت اخذت الجرعه الاولى. صحيح. او ممكن تتواصل ايضا من خلال قنوات التواصل مع الجمهور من السوشيال ميديا ومركز الاتصال، لكن اللي ياخذ الجرعه الاولى يعني يتمنى انه ما يحاول ياخذ الجرعه الثانيه لانه يكون حقه محفوظ عقب 21 يوم، موعده محفوظ وموجود في نفس المركز اللي اخذ فيه الجرعة الأولى. تقريبا هالأشياء اللي لاحظناها في السوشيال ميديا خلال الساعة الماضية، ونتمنى للجميع إجازة سعيدة وعطلة مميزة ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي، وأيضا نتمنى لك إن شاء الله نهاية أسبوع موفق. شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء، بعد الفاصل صحة الطفل في الصيف بتكون معايا الأستاذة الشيخة محمد الأحبابي ضابط إداري أول في قسم التعزيز والتثقيف الصحي. خلكم ويانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعين على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة الطفل مستمعين الأعزاء في الصيف، وكيف يمكن الاهتمام والعناية بها، وكيف يمكن أيضا المحافظة على اللياقة البدنية والنشاط لهذه الفئة العمرية لأهمية هذا الموضوع. معنا اليوم الأستاذ عبر الهاتف الأستاذ الشيخ محمد ضابط إداري أول في قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي للحديث عن هذا الموضوع. الأستاذ الشيخ صباح الخير. صباح النور، يا مرحبا. الله يصبحك بالنور والعافية أستاذ الشيخة، وشاكرين وجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة، وأيضا للحديث عن هاي الفئة المهمة الأطفال، وبالأخص خلال هاي المرحلة مرحلة الصيف. فحابين الحقيقة تعطينا بعض المعلومات عن كيفية العناية بصحة الطفل من الناحية الغذائية. أول شيء طبعا الصيف خلاص تقرب، يعني الإجازات الصيفية بدأت تقريبا، ففي فترة الصيف لازم الأولياء الأمور يكونون أكثر وعي في الأكل. الأكل الموجود اللي في البيت هذا يبدأ من التسوق لشراء الطعام. صحيح. لأن الأطفال يكونون موجودين في البيت أكثر أغلب الوقت، فعلى سبيل المثال بدل ما يشترون العصائر والأطعمة المصنعة والحلويات يستبدلونها بفواكه وخضروات، ويقدرون يسوون بدلها العصائر المصنعة يسوونها في البيت أحسن، يعني تكون ما فيها يعني سكر زيادة، ما فيها كل هالإضافات اللي تكون في الأطعمة الجاهزة بشكل عام. نعم. وعندنا بعد يكون بعد عندنا لازم يعني نستبدل الطعام المقلي، ونحاول أن نستبدلها بمأكولات مخبوزة أو مطبوخة في
المقلاة الهوائية اللي هو الاير فراير، يعني بدل ما يكون كمية الزيت كثيرة، والطفل أصلا في الصيف ما يعني فترات الصيف في فترات معينة ما يقدر الطفل يطلع برا ويلعب، فإحنا نحاول نقلل سعرات الحرارية اللي غير جيدة من نظام الطعام اللي عند الطفل. وعندنا بعد يجب أن تكون الوجبات الخفيفة الصحية متاحة دائما تكون في سناكس موجودة في البيت، أشياء يقدر الطفل بنفسه يأخذها. هذه بتجنب إن شو الطفل يلجأ الأشياء المعلبة، الأشياء اللي أوردي جاهزة مثل الشيبس والشوكليت. إذا كان في سناكس موجودة يعني مصنعة في البيت بالعكس هذا يفضل مليون مرة أكثر، عشان الطفل يكون أنت أولا الأهل يعرفون شو فيه، شو محتوى الوجبات الخفيفة وشو فوائدها. أنت يعني الأشياء اللي بيلجأ لها الطفل احنا ما نعرف، يعني طبعا دائما يكونون اكثر على الاشياء اللي فيها سكر اكثر. صحيح، الاشياء اللي مش صحيه بشكل عام. بس انت ذكرتي استاذ شيخ جانب مهم اللي هي ثقافه البيت، يعني ثقافه الام، دور الاسره دعم الطفل بانهم دائما يكون عندهم يعني ثقافه النمط الحياه الصحي، الغذاء الصحي، ومثل ما ذكرتي ان الطفل يتعلم هاي السلوكيات وهاي العادات من البيت. فاذا في البيت نفسه في يعني برنامج ونمط حياة صحي، غذاء صحي، طبعا الطفل بيبدأ يتعلم من مراحل العمر الأولى، وبتكون هاي خلاص يعني تعود إذا إلى هذا النوع من النمط الغذائي أو نمط الحياة أيضا الصحية. فأنا دائما يعني أضم صوتي بصوتك صراحة أختي شيخة، وأقول إنه لابد أن يعني ثقافة البيت يعني تكون ثقافة النمط الحياة الصحي وفي الغذاء الصحي المتوازن، على أساس أن الطفل يشوف يعني هالنوع من النمط الحياة، على أساس أنه يتعلم ويشوف أن هاي سلوكيات حياته يوم يبدأ يكبر. نتحدث معك أستاذ شيخة أيضا جانب مهم في صحة الطفل، اللي هو يعني خلال الفترة الحالية عن النشاط البدني للطفل، كيف ممكن يعني يتم المحافظة على صحة الطفل من خلال الرياضة والنشاط البدني؟ طبعا احنا عندنا الأنشطة بشكل عام، شو ما كانت الأنشطة دائما تعزز الجانب النفسي للطفل، ويكون الطفل عنده نوع من الثقة، لأنه هو يبني مهارات جديدة، يتعلم أشياء جديدة. فمن الضروري خاصة أن الحين خلاص إجازة الصيف قربت، أنا يعني أسأل جميع الأهالي أنهم يسوون جدول بسيط للأطفال بشكل يومي، أن يكون في تقريبا ما يعادل ساعة من الأنشطة، أي نشاط أي كان. عندنا أنشطة مختلفة، عندنا طبعا اللي هو النشاط البدني اللي هو الحركة بشكل عام، هي اللعب، السباحة في هذا الجو الحر وايد وايد حلوها الرياضة، لعب بالدراجة الهوائية إلى آخره. وعندنا بعد من جانب الآخر هو الهوايات، لا ننسى الهوايات عند الطفل، فنعزز في هذا الوقت وقت إجازة الصيف نعزز مثلا إذا كان عنده مثلا ميول للفنون والحرف اليدوية أو العزف بالآلات الموسيقية أو الأنشطة البدنية أو الطبخ أو التمثيل، شو ما يعني الطفل يميل له نعزز هذا الشيء فيه. هذا الشيء فيه له بعد يعني ثاني، أن ثقة الطفل يعني تنبنى، ويكون بعده يعني إذا كان طبعا يسوي هالهوايات بتشوف الطفل مثل عنده شيء يضيفه للمجتمع في فترة زمنية اللي نشوفها احنا بعدين، يعني كإنسان راشد بيكون عنده يعني بيكون ما شاء الله، يعني احنا الحين الأطفال نشوفهم عندهم جميع أنواع الهوايات ما شاء الله عليهم، يعني في أي مجال بتدخلونهم بيعرفون، لأنهم بعدهم مثل الصلصال يعني يقدرون يتعلمون أي مهارة. صحيح، انت بتعطيهم بيتعلمونها. ف هذا الشيء وايد مهم للجانب النفسي وللجانب الجسدي، كله هذا يعني ينحسب علينا نحن الأهالي، أن نحن مفروض نقدم هذا الشيء لأطفالنا، نحط جدول بسيط لو كان في البيت، لو كان
اي يعني اي شيء، بس المهم الطفل ما يقعد في البيت ما يتحرك طول اليوم، لازم على الاقل 60 دقيقه في اليوم يتحرك يلعب يسوي اي شيء، هذا بيساعد على النوم. طبعا احنا بنمشي على هالموضوع صحيح، بيساعد ان الطفل عضلاته تتحرك، جسمه يتحرك، تقلل من الاصابات في الجسم، لان الطفل اذا متعود على الحركه، متعود يعني جسمه فيه مرونه، يعني صعب انه يعني تسوي له اصابه من اي شيء. بس الطفل اللي جالس ما يتحرك اي حركه بسيطه ممكن يصيب نفسه. فهذه هي الاشياء اللي انا حبيت اتكلم عنها. وعندي شيء بعد وايد مهم لازم نعرفه، اللي هو وقت الشاشات الموصى به، وقت السكرين تايم على قولتهم. يعني الأطفال ما شاء الله الحين ويا هالتعليم عن بعد طول اليوم هم جابلين هالسكرين، بس احنا لازم نرجع نذكر الأهالي الحين لازم شوي نقلل الاستعمال الأجهزة الذكية، وهذا بيعطي مثل بيعطي الطفل مساحة للتركيز وزيادة النشاط. يعني هو ما عنده وقت يجلس ويشوف هذه الشاشة، فطبعا الطفل ما بيقدر يجلس مكانه، فبيتحرك بيقرأ كتاب بيلعب بيبدأ يتكلم مع أصحاب البيت، بتشوف كل شيء بيتغير، لأن في الإفراط في الاستخدام في الأجهزة الذكية يسبب خمول صحيح. وما يتحرك الطفل وأكل غير منظم، لأن أصلا ما منتبه أصلا شو يأكل الطفل، وإحنا نعرف هذا الشيء. الطفل أي شيء يعني تحط الشاشة قدامه أي شيء بتعطيه بيأكله، ما يحس أصلا هو شو يأكل. فوقت الشاشة المصابة لكلفة عمرية الحين أنا بسير فيهم من سن دون السنتين، ننصح إنه ما نستخدم الشاشات أبداً، يعني قد ما نقدر يعني ما نستخدمها. حتى لو تعطينا دون السنة أحسن، لأن إحنا وايد نشوفهم يستخدمون الشاشات. إيه والله يعني الصراحة هذا أظن كل الأمهات ممكن مروا فيه. إيه والله. أنا الله، بس يعني إحنا قد ما نقدر نحاول نخلي، لأن الطفل في هذا العمر نعم. يعني يكون أكثر حسي، أكثر يعني يعني يشوف اللي حوالينا الألوان، حركة الشاشة السريعة هذه اللي يشوفها الطفل دون السنتين، والأصوات والألوان هذه يعني تسوي له مثل يعني إحنا نشوفه الحين عادي، بس هذا كم لعقل طفل أقل عن سنتين هذا ترى شيء كبير ويسبب مثل الاسترس على الطفل، إحنا ما نعرف وما نحس، نقول أوه مندمج، هو مش مندمج، هو مثل اللي مصدوم شو ها كل اللي ياسليني كل هالمعلومات، أنا مش متعودة على هالكمية من المعلومات اللي يتيني، أصوات ألوان أشكال تتحرك بشكل سريع، هالأشياء ترى تضر الطفل أكثر من ما هي تفيده. فنحاول قد ما نقدر أن نقلل، وإذا كان يبي يشوف يعني 5 دقائق أقل يعني نحاول، يعني إحنا بعد ما نقدر نكون بشكل بدور المثالية، نقوم بدور المثالية لا، طبعا في أوقات إحنا نقدر لازم نقدم طفل ما بيأكل أو ما بيسكت من الصياح، فطبعا هي طريقة إنه بس نخلي هالشيء في بالنا، نحط في بالنا إن هالأطفال بعد المصغار هذا هاي الشاشة وايد يعني تحفز وايد مخهم بشكل مو جيد، يعني هو مثل الصدمة للطفل الصغير. فحاول إنه نقلل، نستبدله بكتب، نستبدله بصور، نستبدله بكروت فيها صور مختلفة، ألعاب، هاي الأشياء اللي ممكن نقدر نستبدلها كوسيلة ترفيه للطفل اللي دون السنتين. صحيح. أيضا أستاذة تفضلي. اسمح لي بس عندي نقطتين، هي اللي أطفال اللي من السنتين إلى 12 سنة عندنا ساعة واحدة 60 دقيقة، وإحنا نعرف هذا الشيء مش اللي يعني نمارسه هني، بس إحنا نحاول قد ما نقدر إنه يكون الشيء بإيدنا، يعني التعليم عن بعد تقريبا بيكون خلاص، ف نقدر شوي نخفف كميات الساعة كمية الساعات اللي الطفل يقابل فيها الشاشات. فدائما يكون الآباء دائما يكونون يحرصون على شو يشوفون الأطفال، شو يشاهدونه، شو الأشياء اللي يلعبونها في الأجهزة الذكية. دائما الأطفال الآباء لازم يكون لهم دور الإشراف الطفل، لأن ما يستوي نترك الطفل بهالأجهزة الذكية وخلاص، إحنا بس نعطيه ساعة بس إحنا مش عارفين هو على شو يتصفح على شو يدخل، لازم يكون في عنا مثل الإشراف على الأطفال. نعم. أيضا الجانب المهم أستاذة شيخة، أكيد يعني نحن دائما نقول بأن
جودة النوم وساعات النوم المثالية مفيدة لصحة الإنسان سواء كان يعني بالغ أو طفل. فلو تحدثينا في هذا الجانب في آخر دقيقة عن يعني فيما يتعلق بالنوم وكم عدد ساعات النوم المثالية للطفل والأوقات أيضا المثالية للنوم. طبعا الطفل على كل فئة عمرية تختلف، عندنا من المولود الصغير لين عمر 3 شهور لازم تقريبا 17 ساعة ينام، عندنا اللي أكبر شوي من سنة إلى سنتين 11 إلى 14 ساعة في الليلة نوم، عندنا الطفل اللي من 3 سنين إلى 5 سنين 10 إلى 13 ساعة نوم، والطفل من 6 سنين إلى 12 سنة 9 إلى 12 ساعة، والطفل اللي من 13 سنة إلى 18 سنة 8 إلى 10 ساعات. وطبعا النوم لازم يكون خلال فترة الليل، ما نتعدى الساعة 12، نحاول يعني قد ما نقدر. وليش أربع أسباب نتجنب السهر؟ يحتاج الطفل إلى النوم لنمو أجسامهم، يحتاج الأطفال النوم على الحفاظ على صحة القلب، والأطفال الذين يحصلون على ساعات نوم كافية تكون أوزانهم طبيعية، والأطفال اللي يحصلون نوم ساعات نوم كافية يتمتعون بتركيز أكثر لأنهم خذوا هالقسط الراحة اللي بالليل، هو الوقت اللي لازم يأخذ الراحة فيه. نقدر نقول أو ننام من الساعة 4 إلى الظهر، لا، لازم من الليل إلى الصبح. صحيح. أستاذ شيخ محمد الحبابي، ضابط إداري أول في قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، سعيدين جدا وجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة، وحديثنا اليوم أيضا عن صحة الطفل في الصيف. كل الشكر والتقدير لك. شكرا. مستمعين الأعزاء، بعد الفاصل أحد الخدمات المتميزة للمرضى الذين يعانون من سرطان الرئة بمستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي، بيكون معايا الدكتور محمد عبد الله طاهر أخصائي أول بقسم جراحة القلب والصدر، بنتحدث في هذا الموضوع بعد الفاصل. صحة وسعادة، مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي ومن خلال برنامج صحة وسعادة. مستمعينا دائما أرحب بتواصلكم معنا والحديث مباشرة مع ضيوف البرنامج على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وفقرتنا الأخيرة لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء تحت عنوان سرطان الرئة والخدمات المتميزة اللي يقدمها مستشفى دبي حول هاي الخدمات، وأيضا المرضى اللي يعانون من سرطان الرئة من خلال الكوادر الطبية المؤهلة القادرة على التعامل مع مختلف الحالات المرضية، وأيضا استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات والحلول الطبية الذكية. معانا عبر الهاتف مستمعينا الأعزاء للحديث عن هذا الموضوع الدكتور محمد عبد الله طاهر أحمد، أخصائي أول بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي. دكتور محمد صباح الخير. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم وأوقات المستمعين جميعا. الله يصبحك بالخير والنور دكتور محمد، والحقيقة سعداء جدا وجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة والحديث عن هاي الخدمة، خدمة اللي يعانون من سرطان الرئة، فحابين دكتور يعني تخبرنا عن هاي الخدمات اللي تقدمها الهيئة هيئة صحة بدبي لمرضى سرطان الرئة. طبعا في البداية أود الإشارة إلى أن سرطان الرئة يعتبر من أكثر السرطانات شيوعا في العالم، طبعا يعتبر تقريبا ثالث سرطان شيوعا في العالم. يتم عادة دكتور محمد اعذرني الصوت مش واضح عندي أنا. راح أحاول أوضح الصوت أكثر. هي نعم تفضل دكتور. هيك أوضح؟ تفضل دكتور. نعم تفضل.
تفضل دكتور محمد. ألو. ألو نعم دكتور محمد تفضل. الصوت أوضح صار. هي نعم. هلا طبعا يتم تشخيص المرضى في الغالب من إما عن طريق الصدفة يذهب المريض للإجراء فحوصات اللياقة الطبية لأجل إنجاز معاملات الإقامة والفيزا فيكتشف وجود كتلة في الرئة، أو يكون المريض لديه الأعراض التي مثل السعال ومثل سعال الدم مما يؤدي إلى ذهابه إلى الطوارئ، وفي الطوارئ يكتشفوا ذلك. ثم يقول بعد اكتشاف وجود كتلة في صورة الأشعة الطبيعية التي تجرى في الطوارئ يتم تحويل المريض إلى عيادة الاختصاص. طبعا الخدمات المقدمة في هيئة الصحة لهؤلاء المرضى ذات شقين، الشق التشخيصي والشق العلاجي. في الشق التشخيصي هناك 7 أقسام مساندة لبعضها البعض للقيام بتشخيص المريض، وهي قسم الأمراض الصدرية وقسم الأمراض الباطنية ثم قسم الأشعة التداخلية وقسم علم الأنسجة وقسم جراحة القلب والصدر وقسم الأشعة النووية. تعمل هذه الأقسام بالتعاون مع بعضها البعض ومساندة بعضها البعض لتقديم الخدمات الطبية للمريض المصاب بسرطان الكلى. أما الشق الثاني فهو الشق الجراحي وقسم جراحة القلب والصدر وقسم الأورام السرطانية والعلاج الكيماوي. في القسم الأول اللي يقوم طبيب الصدرية أو طبيب الباطنية بإجراء الفحوصات الأولية، والتي تتم بإجراء فحوصات الدم طبعا وإجراء فحص وظائف الرئة عن طريق الكمبيوتر، وذلك لمعرفة هل تستطيع الرئة القيام بوظائفها الطبيعية وتقديم نسب الأكسجين إلى المريض قبل وبعد العملية الجراحية، وهي عمليات حسابية حاسوبية متطورة يتم فيها استخدام غازات معينة ويتم فيها استخدام الكمبيوتر والحاسوب لإجراء هذه الفحوصات. ثم يقومون بهذه الأقسام بإجراء التنظير الرغامي للتأكد من أن السرطان لا ينتشر إلى القصبة الهوائية، وهناك أجهزة الألتراساوند أو السونار التي تستخدم داخل الأنبوب الرغامي، وذلك لإجراء الخزعات اللازمة من داخل الأنبوب الرغامي. ثم يقومون بإجراء بعض الفحوصات مثل إذا كان المريض هناك سوائل داخل الرئة أو خارج الرئة يقومون بسحب هذه السوائل وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لمعرفة مدى انتشار الورم السرطاني في هذه السوائل. ثم يحول المريض إلى قسم الجراحة إلى قسم الأشعة التداخلية، حيث يتم أخذ القزعات بواسطة جهاز التصوير المقطعي، وفي هذه الحالة يتدخل القسم الثالث وهو قسم جراحة الصدر بمساندة قسم الأشعة التداخلية في حالة وجود أي مضاعفات كنزيف أو استرواح بلوري بعد هذه العملية. بعد الحصول على جميع هذه النتائج أو هذه العينات يقوم بإرسالها إلى قسم الأمراض علم الأمراض والأنسجة، حيث يتم دراستها بالكمبيوتر بالميكروسكوب وإجراء الصبغات اللازمة وإجراء الفحوصات المناعية والفحوصات الجينية اللازمة وتقديم النصيحة لما بعد ذلك من المرحلة العلاجية التالية. بعد أن يتم جمع العينات، إذا كانت هذه العينات تم تشخيص المريض فيها وكانت هذه العينات كافية، يقومون بتحويل المريض إلى قسم جراحة الصدر، ومن بدورنا نقوم تحويله إلى قسم الأشعة النووية، حيث يتم إجراء فحص يسمى البيت سكان. البيت سكان هو فحص نووي عبارة عن مادة مشعة تلصق بجزيئات الجلوكوز ثم تحقن في الدم. طبعا هذه جزيئات الجلوكوز تذهب إلى الخلايا السرطانية، حيث أن الخلايا السرطانية تستهلك كمية كبيرة من الجلوكوز نعم. وبالتالي يتم تركيز المادة النووية داخل هذه الأشعة داخل هذه الخلايا.
ومن ثم يعود المريض إلى قسم جراحة الصدر، حيث يتم بهذه الحالة يتم تحديد المرحلة التي وصل إلى السرطان، هل هو في المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. طبعا كل مرحلة، لا أريد الدخول بتفاصيل المراحل، كل مرحلة تتكون من جزئين أو من مرحلتين، وبالتالي يقرر العلاج الجراحي. بعد الحصول على هذه المعلومات التامة، يتم تحويل المريض إلى الشق الثاني وشق الجراحة أو العلاج الكيماوي أو قسم الأمراض السرطانية أو قسم جراحة الصدر لإجراء العمليات الجراحية. نعم دكتور، طبعا يعني أكيد إجراءات مكثفة، ويعني برنامج تشخيصي أيضا من خلال حديثك أنه مركز على أساس أنه أيضا يعني التشخيص يكون تشخيص متكامل. اليوم دكتور، توجه هيئة الصحة بدبي من خلال حديثنا مع يعني ضيوف البرنامج، هناك توجه العلاج الشامل والمتكامل، بحيث أنه يتم دائما ليس فقط علاج الدوائي، وإنما أيضا يعني الأخذ بالاعتبار الجوانب الأخرى اللي قد يعاني منها المريض، الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي، وأيضا الجانب الدوائي. فأكيد دكتور يعني بالنسبة لهاي الحالات، أو خلنا نقول يعني نصح التعبير، اللي مصابين بأنواع مختلفة من السرطان يحتاج إلى هذا النوع من العلاج الشمولي المتكامل، بحيث أنه يتم إدارة حالته من جميع الجوانب، سواء كان يعني عنده اضطرابات نفسية، مشكلة نفسية، مشكلة اجتماعية، وأيضا طبعا تتدخل مع الجانب الدوائي. فكيف دكتور يعني يتم التعامل مع هاي الحالات، حالات السرطان، إن يعني إن صح التعبير سرطان الرئة، في هيئة الصحة بدبي؟ طبعا هناك جوانب عديدة في علاج مريض السرطان، وليس سرطان الرئة بالذات، كل أنواع السرطانات، من حيث الدعم النفسي والدعم الاجتماعي والدعم المادي. وهناك أقسام متخصصة في مستشفيات هيئة الصحة دبي لتقديم الدعم النفسي والدعم الاجتماعي، وكذلك هناك أقسام متخصصة أيضا إذا لم يكن بإمكان المريض دفع تكاليف العلاج أو أن التأمين لا يغطي هذا المريض. هناك مكاتب خاصة لإرساله إلى الجمعيات الخيرية والتبرعات لإتمام العلاج. نحن في كل أسبوع نجتمع عبارة عن مجموعة من الأطباء المكونين من الأقسام التي ذكرتها سابقا، هي 7 أو 8 أقسام، إضافة إلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، حيث نقوم بمناقشة كل حالة على حدة ودراسة تفاصيل هذه الحالة بالدقة المتناهية، من حيث النواحي العمر طبعا مهم، صحيح. النواحي النفسية والاجتماعية، طريقة دعم المريض ماديا واجتماعيا، ثم تقرير برنامج العلاج الذي سيتم إجراؤه للمريض، بداية من العمل الجراحي إلى تحويله إلى الأشعة العلاجية أو العلاج الكيماوي أو العلاجات المساندة، كما يتم تحديد وجود أمراض مزمنة كأمراض السكري والضغط وارتفاع نسب الدهون في الدم أو أمراض القلب، أو حتى إذا كان هناك أمراض في الجهاز الهضمي والقولون أو المعدة. بعض المرضى يعانون من هذه القرحات، ومعلوم أن بعض العمليات الجراحية، العملية الجراحية تعتبر نوع من الضغط الشديد على أجهزة الجسم، يقال لها باللغة الإنجليزية ستريس، فبالتالي هذه الأعضاء كلها تتفاعل مع العملية الجراحية، فبالتالي يجب دراستها بشكل وافي وإجراء وأخذ الإجراءات الطبية المناسبة لعمل لحماية المريض من المضاعفة. كما يتم تحويل المريض إلى القسم التاسع الذي لم نتكلم عنه، وهو قسم التخدير، حيث يتم فحص المريض من قبل طبيب التخدير قبل إجراء العملية، وذلك للتأكد
من وظائف القلب والرئة والوظائف الفسيولوجية الأخرى ومدى تحمل المريض للإجراءات التخديرية والأدوية التي تعطى أثناء التخدير العام والبنج العام. كما أود التنويه إلى أن نوعية التخدير التي تستخدم في العمليات الجراحية في سرطان الرئة هي نوعية تخدير خاصة، حيث أن الرئة التي يتم عليها الجراحة تكون منعزلة تماماً عن أجهزة التخدير ولا يتم إيصال الأكسجين إليها أو الهواء إليها، فتكون رئة غير فاعلة أثناء العملية الجراحية، ويعتمد في العملية الجراحية وفي التخدير على الرئة السليمة أثناء العملية. طبعا بعد العملية نعود إلى الاعتماد على الرئتين الاثنتين، ولكن أثناء العملية نعتمد على رئة واحدة. فهذا النوع من التخدير يحتاج إلى خبرات كبيرة وواسعة، والحمد لله لدينا عدد كبير من أطباء التخدير المتخصصين في هذا النوع من الإجراءات التخديرية، سواء في مستشفى دبي أو لطيفة أو مستشفى راشد، ويتم فحص المريض وتقييمه قبل إجراء العملية الجراحية وقبل دخول حتى المريض إلى القسم الجراحي. نعم دكتور محمد، خلال يعني حديثك معنا بالإجراءات والخدمات اللي تم تقديمها من قبل هيئة الصحة بدبي لهذه الفئة من المتعاملين المصابين بيعني أمراض أو سرطانات مختلفة في الرئة، تحدثت أن هناك أيضا يعني أنواع مختلفة من التشخيص والإجراءات، فلو نتحدث دكتور معاك عن أيضا أنواع العمليات الجراحية التي تجريها في هيئة الصحة بدبي لمرضى سرطان الرئة. نعم، تقسم العمليات الجراحية التي يقوم بها قسم جراحة القلب والصدر في مستشفيات هيئة الصحة إلى قسمين: العمليات التداخلية البسيطة أو العمليات الجراحية الصغرى والعمليات الجراحية الكبرى. أما الجراحة الصغرى فهي تنظير القصبة الهوائية بواسطة المنظار الصلب وليس المنظار اللين، القيام بأخذ عينات الغدد الليمفاوية من منطقة المنصف والقصبة الهوائية وحتى منطقة الرئتين قبل إجراء العملية الجراحية، ودراسة هذه الغدد الليمفاوية هل تحتوي على خلايا سرطانية أم لا، لأن ذلك يعد جزء من أنواع تصنيف درجة السرطان في المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة. الثلاثة أشياء المهمة في هذا التشخيص هو حجم الرئة، حجم الورم السرطاني وهو يسمى كي باللغة الإنجليزية، ثم هل هذه الغدد الليمفاوية مصابة أم لا، وهذا يسمى أن في تشخيص الرئة المرحلة أن، ثم هل هناك انتشار للورم السرطاني خارج الرئة كالدماغ ونقاع العظم أو الكبد أو الغدة الكظرية الفوق التلوية أو إلى مناطق أخرى، فبالتالي هذه تسمى المرحلة أم، فهو تي أن أم كلاسيفيكيشن، وبالتالي نتيجة هذا الموضوع يكون تحديد المرحلة التي وصل إليها السرطان. ثم بعض العمليات الجراحية الصغرى كإجراء العينات والخزعات بواسطة المنظار وتداخل بواسطة المناظير، وهذه عمليات صغرى يقوم بأخذ عينات حتى من الكتلة السرطانية قبل الدخول إلى الجراحة، أو إذا كان هناك كتل في الغشاء البلوري أو جدار القلب أو حجاب الحاجز، ليتم تشخيص المريض وتحديد المرحلة المرضية للورم الموجود عنده بدقة متناهية. ثم ننتقل إلى العمليات الكبرى، والعمليات الكبرى هي استئصال جزء من الرئة. الرئة اليمين مكونة من ثلاثة أجزاء والرئة اليسار مكونة من جزئين، وكل جزء من هذه الأجزاء مقسم إلى أجزاء صغرى، فقد نحتاج إلى إجراء عمليات باستئصال جزء صغير من الرئة أو باستئصال جزء كبير من الرئة أو حتى استئصال الرئة كاملة. يتم ذلك بواسطة المنظار الجراحي، وهي عمليات تداخلية، وإذا لم نستطع إجراء هذه العمليات بواسطة المنظار نظرا لظروف المريض الصحية أو لوجود تعقيدات جراحية داخلية كوجود الالتصاقات أو عدم وضوح الناحية التشريحية للورم السرطاني، نقوم إجراء العمليات بواسطة الجراحة التقليدية وإزالة هذه السرطانات.
نعم دكتور محمد، خدمات مميزة الحقيقة تقدمها هيئة الصحة بدبي للمرضى الذين يعانون من سرطان الرئة، وهذا النوع من العلاجات دكتور وهذا النوع من المتخصص أو التخصصات دائما في تطور ودائما في بحوث ودراسات وعلاجات يعني متطورة. لو نتكلم دكتور في هذا المجال، التطلعات المستقبلية لهيئة الصحة في دبي في هذا المجال. طبعا أود التنويه أولا إلى أننا في نرسل دائما نحن أنا شخصيا وزملائي الأطباء إلى مؤتمرات دولية لحضور آخر التطورات الموجودة عالميا في جراحة الرئة وخاصة جراحة سرطان الرئة. كما يتم عقد مؤتمر دائم في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مدينة دبي بالتحديد يسمى الجلف توراسيك، وهو عبارة عن اجتماع جميع أطباء جراحة الصدر وجميع أطباء أمراض الصدرية لمدة 3 أيام، حيث يتم مناقشة آخر التحديثات الجراحية الموجودة في العالم وآخر العلاجات الموجودة في العالم، حتى أن الآن في بعض أنواع السرطان المتقدم يتم علاجها بواسطة العلاجات المناعية والتي تعطي نتائج ممتازة ومتميزة حتى عن الجراحة، لنقوم إجراء جراحات لهذه المراحل السرطانية. تطلعات هيئة الصحة في دبي، أولا تدريب أكبر عدد من الأطباء على المداخلة الجراحية بواسطة المناظير، وهذا يحتاج إلى وقت طويل حتى يصبح الطبيب خبيرا في ذلك، فيجب يعني نقوم بالتطلع إلى إجراء ورشات جراحية داخلية أو إرسال الأطباء إلى ورشات خارجية حيث يتم تدريبهم بواسطة أكثر على هذه الحالات. نقوم في دائرة الصحة والخدمات الطبية دائما بإجراء ورشات على الكائنات الحية في معهد الشارقة الجراحي، وذلك للتدرب على إجراء هذه العمليات على الكائنات الحية هذه ثم تطبيقها لأخذ الخبرة الكافية لتطبيقها على المرضى. صحيح. التطلعات هي تدريب الأطباء على الأشعة التداخلية وعلى الجراحات التداخلية، والتطلع الأكبر هو إدراج الإنسان الآلي في العمليات الجراحية، حيث أن الروبوت الآن يقوم بعمليات الجراحية المختلفة الكبرى والصغرى في جراحة الصدر بدقة متناهية. نعم دكتور محمد عبد الله طاهر أحمد، أخصائي أول بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى دبي، سعداء جدا الحقيقة وجودك معنا دكتور اليوم والحديث عن هذا الموضوع الحيوي والمهم. شكرا لك وشكرا أيضا لفريق العمل المبدع معك دكتور. شكرا جزيلا لكم وأسعد الله أوقاتكم وسعيدين جدا باللقاء معكم. شكرا مستمعينا الأعزاء، وبعد هذا الحوار مع دكتور محمد عبد الله طاهر عن موضوع سرطان الرئة وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. وأحب أني قبل لا أختم أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم، كان فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الخفلي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ وائل قواسمة. وتقبلوا تحياتي عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.